شو رح تعمل إذا خبرتك إنك من 70-80% من الناس المصابة بالارتفاع المزمن لهرمون الإنسولين أو مقاومة الإنسولين؟ هاي المرحلة اللي الإصابة بمرض السكري بعدها هي مسألة وقت فقط، وهي مش مبالغة. معظم الناس في عصرنا الحالي اللي ماشي على أنظمة غذائية من دون التفكر في اللي عم بيصير، أنظمة غذائية عالية في الخبز، في الباستا، في الرز، في كل وجبة بناكل لما بدنا، ما عم نحصر الأكل في أوقات معينة، الأكل المتكرر، عندها هذه المشكلة. المشكلة الأساسية في هاي المرحلة إنها مرحلة صامتة، الناس فيها بتقيس سكر الدم وتلاحظ إنه طبيعي، فبتعتمد إنه الوضع تمام، ولكن المسبب الأساسي لمشاكل الصحة الأيضية بكون عالي وهو هرمون الإنسولين. فتركيز الأساسي برأيي لازم يكون على هرمون الإنسولين وليس على قراءات سكر الدم. شو الدلائل اللي أنا موجود بهذه المرحلة؟ أول مشكلة هي مشكلة ارتفاع ضغط الدم، عم نشوفه هلأ في سن أصغر، وعندما نشخص بهاي المشكلة ما بنعطى السبب. السبب الأساسي في ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع هرمون الإنسولين. الشغلة الثانية هي عدم الرضا بعد الوجبات، الحاجة للأكل المستمر بين الوجبات، الحاجة للنشويات والسكريات بشكل مستمر. الشغلة الثالثة دهون البطن، عدم القدرة على خسارة الوزن. عدم القدرة على خسارة الوزن بتعكس أنه هناك هرمون الإنسولين الذي يضع الجسم في مود لتخزين الدهون ويمنع حرقها.